At the heart of my visits are discussions with the Minister of Foreign Affairs, the Minister of the Interior, and the Minister of Health. Huh? And I just had now a very long meeting with the Minister of Foreign Affairs. Huh? So I think it's too early to draw. النقطة الأولى هي نقاش موضوع تطبيق الوقف الإنساني لإطلاق النار اللي عمليا وافقت عليه جميع الأطراف في سوريا على الأقل بشكل مبدئي. موضوع آخر هو موضوع توسيع وجود وحضور اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أجل تقديم المزيد من المساعدات لمن يحتاجها وتخفيف آثار ما يجري على هؤلاء الناس. وموضوع ثالث هو موضوع أيضا نقاش موضوع المعتقلين المحتجزين في السجون السورية. ليس للجنة الدولية في هذا المجال يعني أي علاقة مع مبادرة كوفي عنان أو الأمم المتحدة.